خير الآن عندما نطرح الوقف لا تقول بعيالي بيجون أو أحد عني بيتصدق أو أحد لا لا أيوة. أنت الآن صحيح. الحمد لله الحين أنت اللي تملك وفي يدك وتعرف الفضل، ليش تتأخر؟ إذا أنت صاحب الشأن تأخرت فكيف غيرك أجل؟ يعني إذا أنت اللي لك المصلحة، أنت اللي لك الآن الفائدة وتعرف فضلها، تقدم إلى الخير الآن، قدم. قال أبو عبد المحسن كلمة قضية يوم، قال أنا أعجبتني قضية يوم قال حتى اشتراكك دعم للوقف، وأنا أقول صحيح. أي والله أي شيء فيه يعني دعم ولو بكلمة فأنت تدخل في هذا الخير، فقدموا لأنفسكم هذه لحظات. يعني الحقيقة أن نسأل الله أن بس يجعلنا مبادرين ومسارعين فيها. آمين آمين آمين. اضطريت عاد الوقف، وقف الوداد على نهايته بفضل الله عز وجل، يا ربي لك الحمد. ويعني نبغى الختام مسك، ما زلنا ننتظر من يقول أنا لها وينطلق بالباقي وينهي، أو يعني نختم هذا الوقف. فصلى الله عز وجل أن يبارك فيه ويبارك في كل من بذل فيه، وهنيئا لمن بذل فيه. أنت شريك في وقف للأيتام وشريك في كفالة الأيتام، وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين يعني مع بعض في الجنة، أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله خيال. أسأل الله أنه ما يحرمنا هذا الفضل. آمين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في الفردوس الأعلى. آمين. قلوا آمين يا ربي. آمين. يا رب. وش يقول أبو هادي؟ والله يا شيخ إحنا فقدنا غالين، لو قيل لك يوم القيامة بتكون في مكان أبوك معك وجدك فلان معك ما بتفرح؟ فتصور إنه يأتيك حديث من لا ينطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين لا إله إلا الله. يعني إن شف قرب ذي الأصبع من ذي الأصبع، شوف قرب ذي الأصبع من ذي الأصبع، يعني أنك جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت له الوسيلة والفضيلة والدرجة العليا من الجنة، تكون معه بكفالتك لليتيم. وزي ما قال الشيخ أبو عمر، زي ما قلت يا مشايخ، إن الواحد لا يذخر شيء، كلمة، توصيل رسالة، نشر مثل هذا الأمر. والله العظيم إن ما ندري، يعني فيه واحد ولد أبوه مريض في المستشفى، وجاء عند مسجد توها حطت قواعده، وجاء وقال اسمعوا أنا إن شاء الله أني بأجيب الحديد اللي يرفع العمدان، أنا بجيب الحديد على نية أبوي. المهم في هذيك الأيام مات الأبو، بعد ما مات خلص العزاء أخذ 5 أيام، جوه اللي مشرفين على المسجد قالوا بالأجواد أنت قد جيتنا وكلمتنا ومنيتنا ونبغى على نية أبوك. قال الله يرحمه الآن مدري كيف، والله ما زاد عطاهم ريال، الله والله ما زاد عطاهم ريال ولا زاد فزع بريال. فلذلك الواحد يقدم لنفسه، يبذل لنفسه، دامك قادر الآن ودامك واعي ودامك تقدر. خاصة اللهم لك الحمد الوقف على خواتمه وفي آخره، فاجعل لك سهم في أن تكون من أهل كفالة الأيتام، اجعل لك سهم في أن تكون في وقف طول حياتك ولين تنتهي ذي الدنيا. سأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين. برية ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.